تنطلق مساء اليوم مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس زين لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات تجمع الأولى الجهراء مع الصليبيخات على استاد علي صباح السالم، فيما يلتقي في المباراة الثانية الساحل مع التضامن على استاد نادي الشباب، فيما تختتم هذه الجولة بلقاء يجمع بين الشباب والعربي على استاد علي صباح السالم.